أنا أعتقد دائما الأمور تحتاج إلى حزم، خصوصا إذا يعني وصلنا إلى درجة الانفلات. لكن هذا الحزم هل مطلوب أن يكون لحماية المنظومة ولا لحماية أشخاص؟ إذا كان لحماية الأشخاص، الأشخاص يقدرون يروحون إلى القضاء، يلجؤون إلى القضاء. ويعني يمكن أنا بقول معلومة، هناك غير الكتاب اللي وجهه رئيس اللجنة الانتقالية، هناك توجه لدى بعض أعضاء اللجنة الانتقالية في التوجه إلى القضاء لمقاضاة الأخ عبد الرزاق المضاف على التغريدات اللي يعني أنا شخصيا أسف جدا إن إحنا نوصل المواصل إلى هالمستوى وهال يعني مثل ما يقول بانور هالمواصيل هذا. ليش ما يكون الانفلات كافي؟ زين ليش ما يصير صلح بين أعضاء اللجنة الانتقالية وعبد الرزاق المضاف؟ من هاي تغريدة في ناس تطاققها وسوى بينهم صلح. هذا شيء وهذا بالعكس. أنا أعتقد محمد اللي أنت قاعد تقوله هذه واحدة من أهم المشاكل اللي قاعد تمر فيها الرياضة اليوم. زين، سواء في اللجان الانتقالية، الاتحادات، علاقة الأندية في الاتحادات أو اللجان الانتقالية. الآن اللجان الانتقالية هي تمثل الاتحادات. هذه العلاقة أساس مشاكلها، واللي أنا اللي أقول الانفلات اللي هو التساهل في عملية، والله إنه كل شيء يتم بالصلح وحبل خشوم. ما يجوز، ما يصير. إذا في إذا يعني تضد بعض، مو إذا في قوانين أنت تطلب الصلح، أنت تطلب الصلح وهو ضد الصلح. لا، هو يقول هم باب أنا أبي أستثمر اللي قاله، حتى إن قال هم باب متهكم، بس أستثمر في سؤال. لا متهكم بالعكس، أنا قاعد أقيس على حالة سابقة. محمد مهم الكلام اللي قلته. تم استدعاء مثلا عبد الرزاق المضاف، يفترض أن يتم استدعائه خارج البلد، خارج البلد أيا كان، حتى لو كان موجود مو يفترض ينسمع منه. أنا أعتقد وأنا علشان كذي قاعد أقول لك، هل القرار لصالح حماية المنظومة كمنظومة أو لا؟ أنا الآن أنت تتكلم فرد عضلات القرار، يعني كان من المفترض أن من يعتقد بأن هذا يمسه يروح يلجأ إلى القضاء مباشرة وانتهى الموضوع. نقطة آخر السطر، بتقول لي هل يجوز مثل هذا الكلام؟ ما يجوز. أقول لك ما يجوز حتى في قعدة ربع وميانة، ما يجوز هذا الكلام. فما بالك أن يصدر من مسؤول، ومسؤول في نادي مثل النادي العربي. بعدين شحده ما بدأ، ما هو هذه اللجنة اللي وصفها بالهجينة أو المهجنة، هي ذات اللجنة اللي شكر رئيسها وشكر أعضائها وامتدح تعيينهم ومد يد التعاون لهم وقال إنه يدعمهم بكل ما أوتي من قوة. شو اللي تغير؟ اللي تغير قرار الثلاث نقط، ولا شنو بالضبط؟ شنو اللي يحكم التصرفات والألفاظ والعلاقات في الوسط الرياضي؟ خلونا نفهم يا جماعة، احنا وين رايحين؟ وين بودونا المسؤولين هذيلا؟ وين بنوصل؟ ليه وين قاعد نوصل؟ اي يطلع امين سر ويقول علاقة الكبيرين، اي كبيرين؟ من الكبيرين؟ الكبيرين اللي واحد يدعو الى اجتماع تشاوري، الآخر يحرض على عدم حضور، هؤلاء هذه علاقة الكبيرين؟ أم علاقة الكبيرين هي علاقة الأخوين في البيت وبعدين تتحول إلى مشاورات تحريضية؟ أنا أقول لك من الكبيرين. خلونا نفهم، أنا أقول لك خلونا الكبيرين. نفهم وين نبي نروح وين بتودون الرياضة؟ تفضل. الكبيرين، شوف، لما يصير في فراغ في القيادة في الرياضة، نتكلم الرياضة الكويتية، لما يصير في فراغ قيادة، ما في قيادي، الأمر يتحول إلى أكبر ناديين جماهيريين هم اللي يغيرون الواقع. هذه أنا ما قاعد أجيب لك بدعة ولا نظرية، أنا أقول لك في مصر في أهلي وزمالك، لما حصلت مجزرة بورسعيد اللي وقف الدوري المصري، مو الاتحاد المصري ولا الحكومة المصرية، جمهور نادي الأهلي،
واللي قرر يرجع الدوري هو جمهور النادي الأهلي أو بين قوسين ألترس الأهلي. لما النادي الأهلي نفسه قررت إدارة الأهلي أن الفريق يرجع يلعب بالدوري، راح باص الفريق إلى المقر النادي الأهلي 2 في مدينة نصر. تدري شنو صار؟ الجمهور ما كان يبي الفريق يلعب، الجمهور وقف بالشارع دروع بشرية أن الباص ما يعبر التمرين. ما يعبر. أوكي؟ الزمالك في قضية التحكيم وموضوع جهاد جريشة حرم حكم مصري من التحكيم في المونديال، صحيح، على خطأ في مباراة الزمالك. مفهوم الكبيرين ما هو بدعة، هو موجود لما يصير في فراغ في القيادة. مفهوم الكبار وليس الكبيرين محمد. لا أنا 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 أتفق أنا أتفق أنا ما أخذ حق أحد. خلنا نتفق، خلنا نتفق على نقطة، بس القادسية والعربية هم الأعلى. محمد أنا مو رافض، أنا مو رافض وجود كبار، ولا رافض أن الكبار هم من يجب أن يغير المعادلة أو يتحكم بخيوط اللعبة. هذه الفكرة. أنا أقول اللفظ عندما استخدم، هل استخدم في وقت كان يهدف إلى العمل في الصالح العام؟